دلوقتي نجوم في الحجر مع إيناس سلامة الشواف. نجمة النهاردة بسمة. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبين جميعا، ورمضان كريم علينا كلنا يا رب. أقارن ما بين اللي كنت متوقعة لـ2020 واللي لقيته في 2020. ده سؤال صعب جدا يعني، بجد حرام يعني، أو مش سؤال مش صعب، هو سؤال محبط جدا. أنا كنت داخلة 2020 على إنه عقد جديد، اللي هو مجموع كل 10 سنين بيبقوا عقد، فعقد جديد وأنا متعاملة مع الدنيا على إنها بتبتدي من أول وجديد وكده. لقيت 2020 نازلة فينا ضرب، بس علشان نفسي أبص النص المليان من الكوباية، خلينا نقول إنه الأرض أو المجتمع، البيئة اللي إحنا عايشين فيها بتعلمنا درس. الرقم 2020 رقم مميز طبعا، سواء بالنسبة لي الأرقام الحقيقة، سواء بقى في السنين أو في سنين العمر أو في أي حاجة، الأرقام ما بتفرقش، بحس مجرد رقم. بس مش عارفة ليه كنت متخيلة أن 2020 دي هتبقى مختلفة. كنت مستنية مثلا يوم 2022 أو 2022 أو هبقى مستنية 2022 كده يعني. حاجات اكتسبتها من الظروف اللي احنا عايشين فيها، وحاجات مفتقداها بسبب الظروف اللي احنا عايشين فيها. اللي مفتقداه هو كل البني ادمين مفتقدينه، اللي هو فكرة التواصل المباشر مع البني ادمين، مع الناس اللي حوالينا، فكرة التزاور، فكرة الخروج، دي حاجات كلنا مفتقدينها وكلنا حسينا بأهميتها، كنا بنتعامل معها على انها بالمسلمات. اكتشفنا انها نعمه انك تقدري تنزلي، تقدري تسلمي على الناس بيدك او تحضني صحابك او حتى اهلك. احنا واصلين لمرحله ان احنا حتى اهالينا خايفين نسلم عليهم بالايد، لا نعديهم ولا يعدونا ولا يحصل اي حاجه. لما اكتسبت ايه؟ اكتسبت اكتر من حاجه. اكتسبت فكره الكلام، ان انا ارفع سماعه التليفون اكلم حد علشان بقالي فتره ما سالتش عليه، ولان في وقت كتير فبقيت بدل ما استسهل وابعت فويس نوت على الواتساب بقيت اعمل مكالمه تليفون، خصوصا ان انا عارفه ان انا الاشخاص اللي بسال عليهم دول اللي وحشيني دول هقعد فتره ما اشوفهمش لحد ما يخلص الظرف اللي احنا فيه. حاجه تانية اكتسبتها من اللي احنا فيه فكره اهميه القعاد في البيت. طبعا القعاد في البيت وانت مقتنعه القعاد حاجه، وانتي عايزه تقعدي حاجه تانية، وانا من البني ادمين اللي بيقعدوا في البيت كتير، بس القعاد في البيت وتلاقي حاجات مفيده تعمليها في البيت. استفدت كمان، كان عندي حاجات كتير بقالها سنين محتاجه تتوضب وما كنتش لاحقه ابص فيها واوضبها، ده عملته في الفترات اللي قعدت فيها في البيت. ايه اللي هنطلع بيه او هنستفيد منه بعد الدرس اللي احنا بنتعرض له ده؟ هستفيد حاجات كتير. اولا بيتهيألي انه مستوى المحافظه على النظافه الشخصيه هيعلى، لان احنا الواحد بيبقى زي ما هو متعود، فالناس لما تعودت دلوقتي بقى لنا اهو داخلين في شهرين متعودين كل ساعه مثلا نغسل ايدينا لحد ما ايدينا تهرس، بيتهيألي هيفضل ده معانا بقى شويه لان احنا فهمنا اهميه ده. لكن انا رايي اكبر استفاده هتحصل لنا أو كلنا عموما كبشرية هو فكرة الحفاظ على البيئة، على الكرة الأرضية اللي احنا عايشين فيها. احنا أهلنا الكرة الأرضية بكمية التلوث، بكمية الإهمال، بكمية كل حاجة، وصلنا بقى لطبقة الأوزون اللي بتتعيش، الجلوبال وورمنج اللي بتبهدل الجو في العالم كله، الثلج اللي بيسيح في القطبين فبيزيد من مستوى البحار فممكن يعمل كوارث بيئيه. فبيتهيألي احنا كلنا كبشريه مستفيدين من الارض، بتعلمنا اكبر درس وبتقول لنا حافظوا عليا عشان احافظ عليها. بصي انا بشكل شخصي للاسف انا مش بمارس الحجر قوي، لان انا مضطرة أنزل أصور، فيعني حياتي عاملة زي اللي هم راقصين على السلم، بنزل التصوير وبقعد في البيت.
استفدت على مستوى علاقتي بناديه وباهلي، على الاقل بقينا بنعرف نتكلم اكتر. دايما الواحد لما حاجه بتبقى موجوده او متاحه وعارف ان هي موجوده او متاحه ممكن يهمل فيها، لكن دلوقتي لما انت بقيتي عارفه ان انت هتشوفي حد من اهلك وما انتيش عارفه تشوفيه المره الجايه امتى، بتستفيدي بالوقت ده. وبيتهيالي دي حاجه زي ما تنطبق عليها بشكل شخصي تنطبق على معظم الناس اللي حواليك. جاوب على الاتي مع التعليل، اكتر ابلكيشن اتسليت بيها الفتره دي هي ايه وليه؟ يعني ابتديت اتعامل اكتر مع ابلكيشن الانستغرام. انا مش متصاحبه قوي على السوشيال ميديا، الانستغرام والفيسبوك كل الحاجات دي. فيمكن فتره الحجر دي خلتني ابتدي اتعرف شويه تحديدا على الانستغرام وابتدي اتصاحب عليه شويه. ما اقدرش اقول ان احنا بقينا اعز اصحاب، بس على الاقل ما بقيناش الد اعداء. جاوب مع التعليل، اكتر مكان ظبطته في بيتي. يوه ده انا عماله اطلع مطارين البيت يا شيخه، انا عماله بعمل بشقلب البيت، ما غيرتش حاجه في مكان العفش. بس مثلا انا بقالي سنه ونص في البيت اللي انا قاعده فيه، ما كنتش طلعت الصوت للبراويز ولا علقت حاجه على الحيطه ولا بتاع. ابتديت اعمل ده. بتاعي بقالي سنين محتاج يتوضب، اخيرا ابتديت اوضب. اكتر اكله اتقنتها في فتره الحظر، لا دي انا عارفاها، الفراخ اللي مشويه على الشوايه بتاعت الفحم. انا كنت بعافر قبل كده علشان اولع الفحم مبدئيا، وكانت بتطلع الفراخ نيه من جوه. قعدت بقى مره في مره عرفت ازاي تتبل حلو وازاي تستوي حلو وبتاع. بقيت بعمل، بفكر افتح محل فراخ مشويه بعد الحظر. وصفة بتبل الفراخ مية بصل، عصير بصل، ودي أكتر حاجة قاسية بالنسبة لي في تبديل الفراخ. وملح وفلفل، وممكن بصل الطماطم، ممكن روزماري، أوريجانو، زعتر، كل التوابل اللي انت عايزاها. بقى عايزة سبايسي ممكن تحطي بابريكا حمراء كده، يعني كل التوابل اللي نفسك فيها، وأسيبها تتبل على قد ما تقدر. وبعدين بشرحها كده شوية قبل ما احطها على الفحم اللي هو سخن قوي، ولازم اول ما تتحط على الجريل تعمل كده، ما تقعد نص ساعة 40 دقيقة. انا وحظي 2020، اوصف لك سنة 2020 في جملة قصيرة وتكون بتقفل بإين. 2020 مش زي ما انتم مستنيين. اكمل النقط الاتيه، انا حاسه اني في امتحان عربي من بتوع زمان دول. اول حاجه هعملها بعد الحظر هي ان انا هخرج كتير اتفسح. بالنسبه للشغل، يعني فتره الحظر احنا بنصور فيها مسلسل شاهد عيان حاليا، وعندي فيلم ماكو لسه في مراحل المونتاج والجرافيكس كده. اتمنى انه على مرحله، على ما نفك الحظر يبقى الفيلم جاهز للعرض، علشان متشوقه جدا ان انا اشوفه. بقى خلاص بقالي كتير شغال على المشروع ده ونفسي اشوفه. استنوا نجم الحلقه الجايه تامر عاشور، استنوني في برنامج نجوم في الحجر على انرجي 92.1. تامر عاشور.